مشاهدينا ومتابعينا يسعد مساكم، طل جديد وامسي جديده اليوم بليله القدر، واليوم ايضا امسي بصحبه رامي سنتر جروب، نتواصل معكم بجوائز وهدايا مميز جدا. رامي سنتر جروب طول كرم مجمع طريف الزغل الطابق الثاني، عروض لا مثيل لها، عاصفه العروض عند مين؟ رامي سنتر جروب. نتواصل معكم مع سؤال وحزيره وجوائز بانتظاركم. من وراء الكاميرا سيرافقني براء عمر، وتجان نصر في التصوير، ومني انا منتصر علني. يسعد مساكم مع رامي سنتر جروب، مرحبا. كل عام انت بخير. انت بخير. كيفك؟ تمام الحمد لله. انت وين هلا؟ برامي سنتر. شو رايك برامي سنتر؟ محل ممتاز مش ما شاء الله عليه يعني. ما شاء الله. عروضه كيف عروضه؟ عروضه ممتازه جيد جدا يعني. طيب اذا بتجاوب على سؤال بتاخذ جائزه احلى جوائز، شو رايك؟ شو اسمك؟ حسني عبيد. حسني عبيد. مخيم طول كرم. يس. حسني اسمع، اذا بتعرفهاش بدي اتكتل انا وياك. ضروري. ماشي يا حسني. اسمع اسمع، تضرب بلا رحمة وتحلق في السماء بلا أجنحة وتجعل الناس غاضبون وفرحون، شيء بلا أجنحة و... جائزتك هلا بتاخذها من رامي سنتر. يلا عصا يعني. وحياة الله جبت له من اختصاصه. أنا مخصوص كنت جبت له من اختصاص. بتقدر شو العصا؟ لا. كمان مرة، تضرب بلا رحمة وتحلق في السماء بلا أجنحة وتجعل الناس غاضبون وفرحون. افرح الله. افرح. نجمة الغيم. لا يا حبيبي مش الغيم. يلا ما هو احكي لي يا سلام. عارفها؟ لا. اخ كمان مرة، ركز معي يا حسني. تضرب بلا رحمة وتحلق في السماء بلا أجنحة وتجعل الناس غاضبون وفرحون، شو؟ لا لا لا، برضو غلطان يا طارق. هلا في عنا مركز ثقافي، اطلعوا من هالجواب. الكرة. تضرب بلا رحمة وتحلق في السماء بلا أجنحة وتجعل الناس غاضبون وفرحون. في ناس بفرحوا، في ناس صح؟ شو هاتي هاتي يا تجان. بين اثنين يمزعوها، اثنين امزعوها مع بعض. شو نعمل فيها؟ امزعوها نص عشان تاخذ نص جائزة انت وياه. جائزة لا واحد غير نص. لا إلك. طيب شو بتقول يا رامي سنتر جروب؟ كل شكرا وكل عام وانت بخير. شوي يا زلمة تخليت نحكي يا زلمة. يلا يعطيكم العافية يا عم، كل عام وانتم بألف خير. نكمل معكم رامي سنتر جروب المميز دائما بعروضه. شهر رمضان الخير وعلى ابواب عيد الفطر سعيد. كل عام وانت بخير. انت بألف خير يا رب. تعرفنا حالك؟ محمد الزبيدي من عنبته. اهلا وسهلا فيكم. انا اكرام الزبيدي من عنبته. اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه. كل عام وانت بخير. هلا وين انت موجود؟ برامي سنتر. بدنا اكشن، شو رايك رامي سنتر؟ لا ما شاء الله الوضع كله ممتاز ممتاز، والبضاعه بتجنن ما شاء الله. وانت بتجنن وممتاز. الله يسعدك يا رب. طيب اسمع، طلع بدك تفكر مظبوط، بدك تفكر ايش مظبوط. هلا ماذا يقول الجدار للجدار لما يلتقوا الجدار مع الجدار؟ شو بيقولوا لبعض؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا لما يلتقوا مع بعض، هسه بتبني جدار وبتبني جدار جنبه، شو بصير؟ بيلتقوا في ايش؟ بقولوا التقينا وين احنا؟ وين التقينا بالاخر؟ بالزاويه. يا سلام. طيب بالزاويه بيلتقوا بالاخر صح؟ طيب مزبوط. بقول السلام عليكم، التقينا وين؟ بالزاويه. وعليكم السلام من رامي سنتر جروب، شو بتقول له؟ كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه ويسلموا ايديكم. نكمل معكم مشوارنا ورحلتنا وامسياتنا الرمضانيه بصحبه رامي سنتر جروب. يسعد مساك. اهلين، هلا بيك عمو. تعرفنا على حالك؟ محمد حمزه نور من عنبته طول كرم. اهلا وسهلا فيك. شو رايك برامي سنتر جروب؟ والله اشترينا من عنده شغلات انا واصحابي، وعنده شغلات حلوه ورخيصه، اربع بلايز ب 100 شيكل وبلاطين برضه رخيصه كمان. طيب بنعطيك جائزه اذا بتجاوب على هالسؤال من عنده. ماشي. طيب يا سيدي اسمع، ما هو الشيء الذي اصله نبات ثم صار جماد ثم صار حيوان؟ ما هو؟ ما هو الشيء الذي اصله نبات ثم صار جماد ثم صار حيوان؟ ما هو؟ يا سلام، موجوده بالقران الكريم كمان. غيره مع انه سهل جدا، في القران ذكر كمان. طيب يا سيدي، طيب اعلى مدينه فلسطينيه شو اسمها؟ اعلى مدينه فلسطينيه بتيجي شي؟ لا مش نابلس. لا 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 مش نابلس، لا جوا 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 محتله.
كود سبيشال. يلا اول حرف صاد. اول حرف صاد. صفد. صفد صفد صفد. اعلى مدينه فلسطينيه صفد. هاي من رامي سنتر جروب، تستلمها بعد نص ساعه مش ساعه. بنكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا مع رامي سنتر جروب، طول كلام مجمع طريف وزغل الطابق الثاني. يسعد مساك. مساء الخير. تعرفنا حالك؟ ابو فايك دير الخصون. اهلا وسهلا فيك يا ابو فايك. بتعرف رامي سنتر جروب عنده عامل عروض 4 بلايز ب100، اشي مميز ما شاء الله. طيب وعنده عروض ثانيه كمان. ابو فايك جاوب على السؤال وخذ جائزتك هلا. ما كم يعيش النسر؟ 60 30 عام. لا كم يعيش النسر؟ 60 عام. لا لفوق ما شاء الله. بعمر ما شاء الله. اطلع من لفوق من 80 ل100. خليك على الثانية. 100. النسر بيعيش 100 سنة. نيالو نيالو. هاي من رامي سنتر جروب، تسلمها من عنده. شو بتحكي له؟ شكرا. كل عام وانتم بخير. اسمك؟ ابراهيم درية. ابراهيم درية. طيب ابراهيم كيف رامي سنتر جروب؟ ليه عروض ممتازة. ممتازة. طيب رامي سنتر جروب عروض ممتازة. كم فرع له؟ وين في له افرع؟ هنا وفي نابلس. جنين. جنين. وين كمان؟ طب مين اصحابه بتعرف؟ رامي وطارق. رامي وطارق. جايزتك من رامي سنتر جروب، شو بتقول له؟ كل عام وانتم بخير والامام. رحت عند رامي سنتر جروب. مين؟ رامي سنتر جروب. رحت عليه في جنين وفي كباطيا. في كباطيا. جنين وفي كباطيا. نعم صحيح. تعرف ناس في عرابي. ايهم. ايهم. شو جاي تعمل عند طول كرم هيك جولي؟ والله شغلي في طول كرم وجيت من رام الله ميلت على طول كرم. اهلا وسهلا فيك. طيب تاخذ جائزتك من رامي سنتر بتجاوب على السؤال. اوكي يا سيدي. طيب شلناها هاي. ما هو الشيء الذي اصله نبات ثم صار جماد ثم صار حيوان؟ شو اصله نبات. اصله نبات ثم صار جماد بعدها صار حيوان وذكر في القرآن الكريم. يا سلام مشهورة القصة. شو ايش؟ شو زيتون. ايش؟ تعال. عصا موسى. سمعت؟ عصا موسى. موسى. يا عيني عليك. هاي جائزتك من رامي سنتر جروب، تعطوهش بس انت. خلاص تحكي له رامي سنتر جروب. كل احترام وان شاء الله بالمزيد التقدم. معكم نكمل مع رامي سنتر جروب، طول كرم مجمع طريف وزغل الطابق الثاني. مرحبا عمو. هلا. كل عام وانت بخير. انت بخير. شو اسمك؟ تال عبيد. تال عبيد. من وين؟ من طول كرم. اهلا وسهلا فيكي. انت شاطره. شو هناك مكتوب؟ رامي سنتر جروب. رحت عنده؟ هلا بدنا نوديك عنده عشان تاخذي جائزه. طيب قولي لي رامي سنتر جروب 5 مرات يلا بسرعه. رامي سنتر جروب. رامي سنتر جروب. رامي سنتر جروب. رامي سنتر جروب. رامي سنتر. هاي لك من مين؟ من رامي سنتر جروب. شو تقولي له؟ شكرا. كل عام وانت بخير. مر معك الياقوت؟ نوع من المجوهرات. لا ما معناه؟ بعرف ايش شو هو. ايش؟ سأل جميلة. لا 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 نوع من المجوهرات. لا 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 ما ترديش ولا. طيب سؤال ثاني. سؤال إليك. شو يا حبيبي بس دور عن الكاميرا. ما هو الشيء الذي تراه في الظلام في كل مكان؟ في الظلام بتلاقيه في كل مكان. شو هو؟ شو هو؟ لا لا ما ترد عليهم. رد عليك. مش عارف. ولو يا مطارق ضوء الكاميرا. لا شو بتلاقيه في كل مكان؟ ما هو الشيء الذي تراه في الظلام في كل مكان؟ شو هو؟ شو هو؟ ظلام نفسه. طيب هاي من رامي سنتر جروب، تستلميها هلا من هناك. شو بتحكي له؟ شكرا. اما تعرفوا كل عام وانت بخير. ما معنى الهيجاء؟ الهيجاء معروف. شو الهيجاء من اسمها انا لو انا بعرفهاش لما واحد يقول لي ما معنى الهيجاء بعرف شيء. الهيجاء. لا هيجاء. الهيجاء. لا قربت. يلا خلينا نقول لما تعصبي وتتكاتلي معناها شو بتوصل بالاخر؟ طوشة. لا ايش اللي بنسميها ايش؟ مشاكل. انسي مشاكل ولا طوشه بالاخر بين جهتين. شو بنسميها؟ صلح. صلح. صلح.
طوشي لا مش ما الحرب الله يعفينا من الحرب. حجي هاي من رامي سنتر جروب، هاي الطابق الثاني مجمع طريف والزغل. شو تقولي له؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. الحرب الله يعفينا من الحروب. يلا نكمل هنا شوي حبيبي، يسعد مساك. الله يمسيك بالخير. كل عام وانت بخير. انت بخير. صحة سلامة. بهاء ياسين عطل. بهاء ياسين اهلا وسهلا فيك. بهاء شو جاي تعمل؟ كيف الاجواء؟ والله الحمد لله. انت مسلمتي يعني؟ اليوم مسلمتي؟ اه. صار لك معايير؟ اه. الحمد لله. لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طيب اسمع رامي سنتر جروب هي اقبلنا، اذا بتجاوب على السؤال بتاخذ جائزتك مباشره. عرفت شو الهيجة؟ الحرب. طيب انا قلت لك هيك عشوائيا. اسمع، ما هي الصوره التي تقع في نصف القران؟ الصوره التي تقع في نصف القران شو هي؟ يلا، ما هي الصوره التي تقع في نصف القران؟ ياسين هلا اسالك سؤال، اسالك سؤال. انت لما تروح محل بعيد وفيش فيه اماكن، شو بتعمل فيه انت عشان اقرب لك الاجابه؟ ياسين انت؟ ياسين. ياسين شو؟ كهف. كهف. الكهف. الكهف. هاي جائزتك من رامي سنتر جروب. طبعا بتشتريها لها مش لك لانه يجاوب. شو بتقول لرامي سنتر جروب؟ شكرا جزيلا لهم وكل عام وهم. مشاهدينا بنكمل مع رامي سنتر جروب، يسعد مساكم دائما بطلع حلوه بهالوجوه اللي دائما بتشاهدنا وبتتابعنا دائما. مساء الخير. مساء النور. هلا. كل عام وانت بخير. انت بخير. تعرفنا بحالك؟ احمد. احمد يعني احمد. احمد ذبحتني وانت لحقتني يا زلمه، انا بحبك. ولو؟ اه والله بحبك انا. لكن انت حياتي. عشان هيك بدي اشوف حياتي، خلاني مكلثوم يا زلمه، حياتي، حياتي عذاب. طيب شو رايك برامي سنتر جروب؟ والله شو مرتب. شو مرتب وانت مرتب. حبيبي. طيب اسمع، اعطيني يا براء. كيف ضريحك انا؟ بس قول عني كيف بدك تقول عني. هاي جائزة من رامي سنتر جروب. يسلموا ديك. طيب وين موجود رامي سنتر جروب؟ المجمع طريف والزغل. اي طابق؟ الثاني. الثاني. تعرف مين اصحابه؟ مين اصحابه؟ رامي. رامي وطارق. وطارق. كيف انا معك؟ كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. مع رامي سنتر جروب، يسعد مساكم. مرحبا. اهلا وسهلا. عارفين حالك؟ هناء المصري من طول كرم. اهلا وسهلا فيك يا هناء. الجائزة صارت بايدك، شو رايك ما تجاوبيش؟ ما اذا بنقدر نجاوب بنجاوب. طيب لا لا ما بدي تجاوبي، بدي بس تقولي لي شغله. رامي سنتر جروب وين؟ ايوه مجمع الزغل الطابق الثاني. الطابق الثاني حافظته والله مباشره على السريع. كمان شريته لجوزي من عنده للاولاد اخذنا. شو رايك بعروضه؟ ممتازه ما شاء الله عنه، عروضه ممتازه. طيب احنا نقول لك مبروك الجائزه وروح استلميها. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير وصحه وسلامه. ما هو الجرح الذي لا ينزف دما؟ يا قلبي انت زال. جرح ايش؟ مشاعر. مشاعر. مشاعر الجرح. يا قلبي انت ابو سمره احلى واحد. تعال عندي، تعال. هاي من رامي سنتر جروب. نشكر مجموعه رامي سنتر على هذه الجائزه. كل عام وانت بخير. تعال. كل عام وانت بخير. انت بخير. هذاك اللي ربح، انت ما عرفت يظبط حالك. ما اعرف شو عمل انا. طيب اعطيني الجائزه. هاي من رامي سنتر جروب، شو بتقول له؟ ألف مبروك يا عم وإن شاء الله لقدام. عرفت تجاوب هون أسهل منك صح؟ طيب كل عام وأنت بخير. أنت بخير. شيل وتضرب. إيه؟ شيل وتضرب وبتعلق بالسماء وفي ناس بيغضبوا وبيفرحوا. غراب. كل عام وأنت بخير. دائما رامي سنتر جروب، يسعد مساك. الله يمسيك. كل عام وانت بخير. انت بخير بصحة. كيف الاجواء؟ الحمد لله رب العالمين. تمام اجواء. تعرفنا حالك؟ محمد توبي كفر جمع. اهلا وسهلا فيك. طلع هناك رامي سنتر جروب اللي باللون الاحمر. عنده عروض مميزه جدا، اذا بتجاوب سؤالك تروح عليه مباشره بتجيب جائزتك. طيب من هي ملكه تدمر؟ بلقيس. لا يا سلام. ملكه تدمر. تدمر مشهوره. اول حرف من اسمها سبع. شو اسمها؟ سبع. سبع. طيب اول حرف من اسمها سبع. طيب هاي من رامي سنتر جروب، بتروح تسلم جائزتك هلا. شو بتحكي له؟ كل عام وانت بخير.
كل عام وانت بخير. مشاهدينا متابعينا وصلنا للمحطه الاخيره في هذه الامسيه المميزه بصحبه رامي سنتر جروب، المجموعه رامي سنتر جروب المميزه دائما مجمع طريف وزغل الطابق الثاني. يسعد مساكم دائما من وراء الكاميرا دائما في هذه الامسيات الرمضانيه مع رامي سنتر جروب، صاحبني براء عمر وتوجان نصر في التصوير ومني انا منتصر العناني. يسعد مساكم، ابطال جديده وامسيه جديده مع رامي سنتر جروب.